للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة. دكتور محمد، يعني تغيرات المناخ وأثرها السلبية على الزراعة والمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي بشكل عام، سواء لكوكب الأرض أو للقارة الإفريقية بشكل خاص. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة هبة على إتاحة هذه الفرصة. لعل كل العالم استمع جيدا إلى كلمة فخامة الرئيس في مؤتمر الأطراف، وهو المؤتمر رقم 26. كل مؤتمرات الأطراف السابقة كانت تخرج بمخرجات أحيانا جيدة ولكنها لم تفعل. هذا العام وبالكلمة القوية التي ألقاها فخامة الرئيس في المؤتمر، والتي دافعت مصر فيها عن مصالح دول كثيرة وليس عن مصلحتها الشخصية، كانت من أهم وستكون من أهم الكلمات التي سيتم إلقائها في هذا المؤتمر. مصر بحكم موقعها الجغرافي، وهي منطقة جافة تقريبا، معرضة بقسوة أحيانا لتداعيات التغيرات المناخية في صورة تقلبات جامحة في الطقس، تؤدي أحيانا إلى مشاكل في قطاع الزراعة، وهو القطاع الأهم لملف الأمن القومي، الأمن الغذائي القومي في مصر. نعم. مشاكل تغير المناخ هي مشاكل عالمية وليست معنية بدولة معينة، ولكن أكثر الدول تأثرا بهذه المشكلة هي الدول الواقعة في نطاق المناطق الجافة أو في بعض البيئات الهشة مناخيا، والتي تمثل قطاع كبير من شمال أفريقيا وغرب آسيا، وهي المناطق التي تقع فيها معظم الدول العربية. قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرا بهذه التغيرات، رغم أن هذه التغيرات ما زالت في حالتها المتوسطة. الحمد لله مصر لم تواجه من قبل بتغيرات قاسية في المناخ مثل الأعاصير أو مثل السيول والفيضانات الجارفة، ولكن بطبيعة الموقع الجغرافي وبطبيعة الأنشطة البشرية الموجودة، فإن التأثر بأي تغير في المناخ هو تأثر أحيانا بيكون كبير. لذلك كما وضح فخامة الرئيس في كلمته، فالدول النامية التي ليس لها أي ذنب في هذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة هي بسبب الدول الصناعية الكبرى من سنوات عديدة، جاء الوقت لتتحمل هذه الدول مسؤوليتها تجاه الدول المتأثرة والدول النامية في دعم هذه الدول ومساعدتها في كل ملفات التنمية التي تواجه بمشاكل بسبب التغيرات المناخية. لو رجعنا تاني لملف الزراعة، زي ما قلت حضرتك، هو ملف هو القطاع الحساس. طيب. جدا دكتور محمد، يعني دعنا نتحدث بشكل أكثر تحديدا عن الجهود المصرية في قطاع الزراعة، يعني تبطين الترع، الدلتا الجديدة، التوسع الأفقي والرأسي في مجال الزراعة، الصوب الزراعية المختلفة، واستحداث بعض المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه. يعني كيف نجحت هذه الجهود المصرية والتي ما زالت مستمرة فيما هو قادم في تنمية مستدامة في الداخل المصري؟ لو نظرنا إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية القليلة، نجد أن الدولة أنفقت مليارات على بعض المشروعات التي لها علاقة بالتكيف لتغير المناخ، ومنها مشروعات إيجاد بدائل لمصادر مياه غير تقليدية، لأن مع ظاهرة تغير المناخ بيزداد الحاجة إلى المياه، حتى لنفس المساحة المنزرعة، حتى لنفس الإنتاج المتوقع من المساحة، بسبب أن مع زيادة الحرارة بتزداد احتياجات المحاصيل للمياه. فلذلك دفعت الدولة مليارات لإنشاء محطة معالجة بحر البقر، والتي تستهدف من ورائها زيادة الرقعة الزراعية، لأن يجب تحت تأثيرات تغير المناخ تأمين ملف الأمن الغذائي القومي لمصر. بالإضافة لذلك، الدولة تسعى جاهدة لزيادة الرأسية في الإنتاجية باستنباط الأصناف المقاومة والمتحملة لدرجات الحرارة عالية، والأصناف قصيرة العمر، والأصناف ذات الاحتياجات المائية الأقل، وهذا الأمر لكل المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة والأرز والقطن والفول ومعظم المحاصيل. يوجد أصناف قصيرة العمر بحوالي شهر عن الأصناف القديمة. هذه الأصناف تتحمل هذه التقلبات المناخية نوعا ما، واحتياجاتها المائية أقل. بالإضافة لذلك، تحديث وتطوير منظومة الري
وخاصة في الأراضي القديمة، وهي مساحة كبيرة تتجاوز 6 مليون فدان. هذه تبطين الترع وتأهيل المسائي وتحديث منظومة الري الحقل داخل الحقول تؤدي إلى في المقام الأول قبل توفير المياه، تؤدي إلى جعل المحاصيل المزرعة أكثر تحملا لأي تقلبات في الطقس، لأن الري الحديث يستطيع المزارع من خلاله أن يمد المحصول بالمركبات اللازمة لتجاوز أي مشكلة بسبب التغيرات المناخية. نعم، أي مردودات اقتصادية منشودة من هذه الجهود؟ يعني ماذا عن الآثار الإيجابية التي تعود سواء على الاقتصاد أو حتى على المستوى الاجتماعي والمستوى يعني مستوى التنمية أو فيما يخص جهود التنمية المستدامة في مصر ورؤية 2030؟ في قاعدة ذهبية في الحياة، لكل مجتهد نصيب. قد يكون المجتهد دولة، قد يكون المجتهد فرد، فكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية اجتهادا في الاعتناء وفي الحفاظ على أمنها الغذائي والحفاظ على قطاع الزراعة أن يكون قطاع قوي وحيوي، هذه الإجراءات لها مردودات بالفعل، لأن بمجرد توفر كمية المياه اللازمة للتوسع الأفقي سيتم إضافة رقعة زراعية لا تقل عن مليون أو مليون ونصف فدان خلال السنوات القليلة القادمة، وتمثل هذه المساحة أكثر من 25% من المساحة التاريخية المزارعة في مصر. فبالتالي هذه المساحة كبيرة ستعوض جزء كبير من محاصيل الفجوة، وهي محاصيل الحبوب والزيوت والبقول والأعلاف. لدينا فجوة في هذه المحاصيل، ومع مشكلة التغيرات المناخية على مستوى العالم سيحدث مشكلة في إمدادات الدول من هذه المحاصيل، فبالتالي زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية الرأسية سيكون لها مردود على متناول هذه السلع الغذائية للمواطن المصري البسيط. العالم نعم. كله ارتفاع الأسعار هذه المشكلة. نعم تفضلي. ارتفاع الأسعار وهذه الموجة التي يشهدها العالم من حيث ارتفاع الأسعار في كافة السلع والمواد الغذائية بشكل محدد. الطرح الأول للسندات الخضراء، هذا ما تحدث به أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام هذه القمة العالمية للتغيرات المناخية. ماذا يعني هذا الطرح والفوائد يعني المرجوة منه؟ بعد جائحة كورونا تأكد العالم تماما أن أي محاولة منه للضغط على الموارد من أجل تعويض ما حدث أثناء الإغلاق سيكون له مردودات سلبية كبيرة جدا. فلا مجال أمام العالم كله بما فيه الدول المتقدمة أو الدول النامية إلا الاستثمار في السندات الخضراء، إلا ما يسمى بالجرين ريكفري، التعافي الأخضر من أزمة كورونا. ولكن للأسف الشديد بعض الدول استعجلت في الضغط على الموارد زي الصين والدول الصناعية، رغم كل المآسي التي تحصل إلى أنهم ضغطوا على هذه الموارد فسببت الأزمة الحالية للطاقة التي سيعقبها أزمة للأسف في الغذاء في السلع الغذائية على مستوى العالم. فيجب الاستثمار وبقوة كما قال فخامة الرئيس في السندات الخضراء. لا مجال للاستثمار خلال الفترات القادمة مع ما يحدث بسبب تغير المناخ إلا بالاستثمار الأخضر أو الاستثمار في السندات الخضراء. نعم، كيف يتأتى هذا الاستثمار بشكله الأمثل؟ سيتأتى بناء على اختيار المشروعات التي تقوم الدول أو تقوم الدولة المصرية بتنفيذها. لحضرتك ملاحظة الآن أن مشروعات الطاقة بدأت الدولة تستثمر فعليا في الطاقة النظيفة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، عوضا عن استخدام الوقود الأحفوري المازوت أو حتى الفحم أو حتى الغاز الطبيعي. هذه المشروعات هي مشروعات في المقام الأول تستهدف أن يكون التعافي من جائحة كورونا في المقام الأول هو التعافي الأخضر كما يطلقون عليه، ثانيا هو استثمار هذا الظرف. مصر تقدم الآن نموذج يحتذى به في هذا المجال، رغم أن مساهمة مصر والدول القريبة من مصر في الظروف هي مساهمة ضئيلة جدا في غازات الاحتباس الحراري. لا مصر ليس لها أي مساهمة تذكر غير يعني مستوى ضعيف جدا، ورغم ذلك تقوم مصر بالاستثمار الأخضر، تقوم مصر بعمل إجراءات على المستوى القومي وعلى المستوى الوطني، إجراءات من شأنها التكيف
والتخفيف من ظاهرة التغيرات المناخية. وبسبب هذه الإجراءات تم اختيار مصر كمنظم للمؤتمر الأطراف القادم رقم 27، هيكون في نهاية العام القادم في شرم الشيخ، وده دليل على أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة هي إجراءات في الطريق الصحيح. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة.